أوقف الشركة الوطنية وكذلك أوقف شركة الدواجن. شركة الدواجن كم دجاجة باليوم تنتج؟ كم دجاجة باليوم؟ مليون دجاجة. مليون دجاجة يومياً. أما البيض هذا حكاية ثانية أترك لكم. طيب، في قصة سمعت عن وقف قدر الجريش. وقف قدر الجريش قبل 150 سنة 200 سنة إحدى القرى كان موضوع القدر يشكل ثروة. هذه وحدة أوقفت القدر، قالت يا جماعة هذا قدر الجريش حقي، وقفت لوجه الله سبحانه وتعالى. القدر هذا تبايعوه الناس، تبايعوه عبر الأجيال ألين ما بيع بعدين 100,000 ريال. شري به أرض بالسبعينات، الأرض هذه جت الحكومة فيما بعد وثمنتها 1,000,000 ريال. شري فيه وقف يدر هذاك الوقت 100,000 ريال سنويا، كله بسبة إيش؟ بسبة قدر. فلا نستحقر شيء، لا نستحقر شيء، نقول الوقف لازم ملايين مملينة وكذا، لا مش بالضرورة. طيب لعلي أسرع، نماذج من جامعات وقفية عندنا. أكبر نماذج المحلية جامعة كاوست، الحكومة ضخت فيها 10 مليار دولار، وبعدين زادت النسبة، زادت يعني زاد المبلغ إلى 14 ومن ثم إلى 20 مليار دولار، فهي ثالث أكبر وقفية جامعية بعد هارفارد وييل. جامعة هارفارد هذه حكاية يا جماعة، هذه حكاية. إيش معنى الشعار هنا؟ ها؟ إيش معنى الشعار؟ مين منكم درس بهارفارد؟ ها؟ طيب نتركها. طيب لا 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 يا جماعة، أيوة طبعاً هارفارد من أكبر الوقفيات 34 مليار دولار. ستانفورد قصتها مؤلمة ومحزنة. واحد اسمه ليندا ستانفورد مع زوجته اسمها جين ستانفورد، عام 1885 ميلادية ذهبوا من أقصى الغرب من كاليفورنيا إلى بوسطن أو كامبريدج، ولاية ماساتشوستس. كويس إني قلتها كويس الحين، دائما أنا أغلط فيها هذه. فعلية حال دخلوا على، وكان ثيابهم شوية لم تعجب سكرتيرة مدير جامعة أو رئيس جامعة هارفارد، امتنعت أن تدخلهم على الرئيس. وبعدين بعد أن ألحوا دخلوا على رئيس الجامعة وقال له إحنا ولدنا كان يدرس بهارفارد وتوفي العام الماضي. كم باقي لي؟ 5 دقائق. ها، توفي العام الماضي ونحتاج نبني له نصب. فقام يضحك عليه، قال لك نسوي نصب لكل واحد مات، كان امتلأت الجامعة بالنصب، قال نسوي له مبنى. قال تدرون كم المبنى يكلف؟ 7,500,000 دولار. التفتت جين على ليندا قالت له امش لكاليفورنيا نبني جامعة لابننا، وصارت من أحسن الجامعات على مستوى أمريكا أو من التوب 10 نقول، اللي هي جامعة ستانفورد في بال ألتو. MIT الحديث يطول، الحديث يطول بهالموضوع. طيب ماذا يعني لنا وقف مدارس الظهران بعد هالأمثلة اللي شفناها الكثيرة؟ الوقف عبارة عن نماء، عبارة عن استدامة، عبارة عن sustainability، ما هو مربوط بفترة زمنية، لأن لما أوقف الشيء هذا هذا خلاص انتقل من ملكي إلى ملك الله سبحانه وتعالى، وكلنا ملك لله سبحانه وتعالى أولا وقبل كل شيء. ولكن نماء، أنا لا أدري ماذا يحدث بعدي، ولكن لما أضع الوقف وحط شروطه وحط فيها مجلس إدارة اللي يسمى مجلس النظارة، بإذن الله تعالى أنا ضمنت الاستدامة مدى الحياة. طيب إحنا الآن 34 دفعة مدارس الظهران، ماذا لو قمنا مباريات خيرية بيننا؟ أنا عارف أول دفعة 10 أشخاص، ثاني دفعة يمكن 50 شخص، بس ما شاء الله الدفعات الأخيرة ما شاء الله تبارك الله عددها مبارك وكبير. ماذا لو عملنا مباريات خيرية بين هذه الدفعات؟ وطلعنا بمشروع خيري واحد أو 3 مشاريع، وتكون لجنة سكرينينج وغربلة المشاريع هذه. والله يا جماعة الخير، يعني هذا هي الاستدامة بحد ذاتها. ماذا بعد؟ وهذا الكلام راح أوجهه لأخواني وأخواتي
الخريجين والخريجات. والحديث بهذا الشأن عاطفي جدا، وعندي دقيقتان. ستتخرجون وستذهبون إلى الشرق والغرب والشمال والجنوب، أرجوكم ثم أرجوكم ثم أرجوكم بما يلي: أولا، تمثيل وطنكم ومجتمعكم وأهلكم وثقافتكم في كل البلدان. كل واحد منكم سفير في البلد المضيف، هذا أول شيء. الشيء الثاني، انخرطوا بالمناشط اللامنهجية هناك، مناهج التطوعية في الغرب والشرق، يوجد مناشط تطوعية كثيرة جدا. انخرطوا بخدمة المجتمع، خدمة الناس هناك، صيروا شامة في المجتمعات المستضيفة. تسلحوا بسلاح العلم، أقوى سلاح هو سلاح العلم. العلم يرفع بيوت لا عماد لها، والجهل يهدم بيوت العز والشرف. حقيقة يعني أتمنى أنا الآن يعني بمرحلة أتمنى كل سنة أدرس بهارفارد، سنة أدرس بالـMIT، سنة أروح البيركلي، سنة أروح الأكسفورد، بعدين أرجع لجامعة سنغافورة وطنية، أمنية إذا زوجتي سمحت لي. بيض الله وجهكم، وشكر الله مسعاكم، ونتمنى لكم دوام الخيرات والمسرات والسؤدد. يعطيكم العافية. هلا غلا، يعطيكم العافية. تبي ولا أخذ معي؟ ليس خافيا عليكم حبيبي، يعني قلت لكم انه اجمل اوقاتنا هو عندما ياتي طلابنا وخريجينا، دائما يجي عندنا هنا ويكون مبسوطين فيهم. هذا الارث اللي احنا ورثناه، اشياء كثيره الحمد لله. كل الطلاب اللي طلعوا عندنا كانوا علاقتنا معهم ممتازه، والحمد لله رب العالمين كانت اشياء جميله جدا. تعالوا هنا وخلينا نتبادل المواقف، خلينا نتذكر الايام، لانه هذا والله هي اجمل الاوقات عندنا. شاكرا لكم، وان شاء الله تعالى موفقين في كل شيء. بتذكر أول فترة دومت فيها وكنت لسه صغير في العمر، يعني تقريباً 23 سنة كان عمري، يعني مش كبير الآن كثير أنا يعني. فواحدة من المواقف اللي صارت معي أني كنت في أحد الممرات، وأحد المعلمين سألني ليش طالع من صفي، فهذه كانت من المواقف اللي حدثت معي شخصياً. في جزء موقف كثير ضل في بالي، في وأنا ما كنت متعود أدرس أطفال في هذه الفترة، كنت معلم طبعاً. كنت في احد، في فجاه طلب مني اني ادرس صف ثالث ابتدائي، كانوا بالنسبه لي اول تجربه اني ادرس اطفال. فمن ضمن المواقف اللي صارت معي اثناء تدريسهم، اول حصه انا ملتفت للوح ومسكت الكرسي، بكتب في ايد ومسكت كرسي بهذه الطريقه ورفعته في يدي، وما انتبهت على نفسي انه ممكن هذا يكون يعني له اي اثر. لما خلصت الكتابة والتفت على الأطفال، لقيتهم كلهم كل واحد ماسك الكرسي في إيد واحدة وبيحاول يرفعه في يد واحدة. هذيك اللحظة شعرت أنه كيف كل أثر، كل شخص، كل حركة إحنا بنسويها إلها أثر على الأطفال. وحسيت فعلاً يعني إيش الخطورة صراحة، وبنفس الوقت مسؤولية كبيرة أنك أنت تكون تدرس أطفال بالذات في هاي المرحلة العمرية. سنة 92 1412 كنت وصلت في بورصة المدرسين عندنا في جنوب القاهرة، يعني كان مدرس رقم واحد يعني في الأحياء. لكن جتني الزهراء النيلية على أساس أني أقدم إيه فيها، فقلت خلاص أجرب السفر لمدة سنة أو سنتين كده وأعمل عمرة وخلاص وأرجع. جيت هنا لقيت الزهران يعني مش بس مجرد مدرسة، بالعكس بص تلاقي في محاضرات، في دورات، في شغل، بحيث ان حاجه تزود ايه من قدراتي وشغلي. لقيت نفسي عمال بجرب في السفر سنه ورا سنه ورا سنه، لغايه دلوقتي بقى لي 28 سنه بجرب في السفر. تأسست مدارس الظهران الأهلية سنة 1977
كمدارس غير ربحية نذرت نفسها لتقديم تعليم متميز باللغتين العربية والإنجليزية. والآن ندعوكم لمعرفة المزيد عن المدارس مع مؤسسيها سعادة الوالد الأستاذ خالد بن علي التركي وسعادة الدكتورة سالة التركي في جلسة حوارية شيقة بتقديم الطالبة دانا عمرو السقر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مساء الخير جميعاً وحياكم الله في الملتقى السنوي لخريجي وخريجات مدارس الظهران الأهلية في عام 2020. لقائنا اليوم مع مؤسسي المدارس الشيخ خالد التركي والدكتورة سالي التركي. أهلاً وسهلاً فيكم الشيخ خالد والدكتورة سالي. قبل أن نبدأ جلستنا نهنئكم هذه السنة بمناسبة مرور 50 عام على زواجكم ونتمنى لكم أعوام لذيذة بالفرح والسعادة وتمام الصحة والعافية. نستعرض من خلال جلستنا هذا المساء عن مسيرة المدارس من الماضي والحاضر والمستقبل إلى أين. الشيخ خالد، كلنا نعرف أن العمل في مجال التعليم مليء بالتحديات وكل بداية فيها صعوبات. ودنا نعرف كيف كانت بداية المشوار وما هي أكبر الصعوبات اللي واجهتوها وكيف استطعتوا تخطيها. أولا بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أسعد الله مساءكم جميعا بكل خير. اسمحوا لي أولا أن أعبر عن سعادتي بتواجدنا معكم في هذه الليلة المباركة، وأرجو الله سبحانه وتعالى أن يمد في عمرنا جميعا لنحظى بلقاءات خيرة على مر السنين القادمة إن شاء الله. سعيد بالتفاعل معكم هذه الأمسية، والسؤال وجيه. طبعا كم ساعة عندنا؟ الساعة 8 أتوقع 8:15. بس باختصار يعني إحنا رحلة كانت شيقة فيها الكثير من الصعوبات وفيها الكثير من التحديات، وبالرغم من كل المصاعب والتحديات أؤكد لكم أنه لو سنحت لي الفرصة مرة أخرى لأعود الكرة وأبدأ نفس المشوار سأبدأ، بالرغم مما أعرف من مشاكل أو تحديات كثيرة. وأيضا أحب أقول أنه من أسعد لحظاتنا أنا ومرامي عندما نجتمع معكم، لأنه أنتم تؤكدون أن المشوار والمساعي التي مرينا فيها كلها كانت مثمرة ولا زالت تثمر، ومستقبلا بمشيئة الله حتثمر. وشيء آخر يعني لا يمكن أن تتصوروا كم أنا سعيد وفخور، ويشهد الله أننا نتابع أخباركم باستمرار، وعندما نسمع عن أخبار أي منكم نسعد كثير ونعتز نعتز كثير بإنجازاتكم، وهي كثيرة والحمد لله. وكل ما حققتم نشعر بالسعادة والاعتزاز. أي شيء تحققوه هو بجهدكم وعرق جبينكم ومتابعة أهلكم وكذا. كل ما عملناه نحن أننا فتحنا الباب لكم، ولكن كل ما تحقق وسيتحقق بمشيئة الله هو بجهدكم وبذكائكم وبالتزامكم. رعاكم الله جميعا. عودة ندي هذا حديث باسم رامي باسمي يعني عشان بس كمقدمة يعني
بس بالنسبة لسؤالك، لا شك أن المشوار كان مثل ما ذكرت فيه كثير من التحديات، ولكن أنا أفضل أننا نركز على الإيجابيات. والمنطلق لرحلتنا هو أننا كنا نعتبر أنفسنا رواد، وكنا نعتقد أننا نؤسس لمشروع رائد، بمعنى أنه يلبي احتياجات المجتمع، بس في نفس الوقت إلى حد ما فيه يعني أشياء جديدة